السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير متابعينا الأعزاء. اليوم صور لكم فورد تيريتوري موديل 2023 فئة الستاندرد اللي هي الإمبيانتي. وين موجود؟ قبل كل شيء موجود عند شركة الصفح للتجارة، وصل عندهم بعض سيارات فورد وبعض سيارات أخرى، كذلك الأمر غير تويوتا والإكسيز. قبل كل شيء سعر السيارة 100 و650 شامل للضريبة، هذه الستاندرد. كمحرك التيريتوري يجي 1.8 لتر 4 سلندر إيكو بوست، يولد قوة 190 حصان وعنده دوران 320 نيوتن متر، غير 7 سرعات دفع أمامي. ما يميز هذه الفئة صراحة سيارة عائلية، ونلاحظ في الآونة الأخيرة انتشرت انتشار غير طبيعي وغير صراحة محسوب في الشوارع، لأنه صراحة سيارة سعرها كويس من فورد. صحيح أنه في تدخل صيني في الموضوع، ولكنه سيارة جميلة إلى حد ما وكاستخدام منطقية. كمواصفات على السيارة، تجي إنارة أمامية فول LED، راح نستعرضها لكم إن شاء الله بعد شوي. الشبك يجي باللون الأسود لامع، بالإضافة لهذه الجزئية اللي تجي كلون فضي. جنوط مقاس 18 إنش على ستاندرد. الفريم موجود على داير مدار السيارة، ما عليها فتحة سقف، هذا ستاندرد. دخول ذكي برضه موجود عليها. الصرفية هنا لتر واحد يمشيها 15.9 كيلو، تقييم ممتاز. بسعة خزان الوقود 60 لتر. هذه من زاوية أخرى برضو، لأنه أنا صراحة استعرضتها زمان، فحاب استعرض كون إنها ستاندرد فقط. والإنارة الخلفية فول LED، 4 حساسات خلفية مع كاميرا خلفية، كتابة التيريتوري، والشنطة الخلفية تفتح يدويا مو كهربائيا لأنه هذه ستاندرد. هذه كسعة تقفل بشكل يدوي، صراحة شوي ثقيلة، أتوقع مع العائلات بيواجهون إشكالية نوعا ما إلى حد ما يعني. طبعا موجود منها نصف فل، موجود منها فل كامل وستاندرد في كم حبه هناك. انا اللي سبق استعرضتها فل كامل، نصف فل ما استعرضتها، هذا الستاندرد. شوفها من الداخل، تجي مقاعد جلد، هنا عندنا التحكم في الزجاج عادي مو بوتو، جلد باللون الابيض تقريبا مع الاسود، بالاضافه لمسند وسطي وحاملات اكواب، وتكييف خلفي منفذ طاقه USB. هذه عليها نقاط عمياء كمواصفات امان، غير الدخول الذكي والحساسات. دخلنا داخل السيارة، زي ما نشوف هنا عندنا التحكم في الزجاج مع التحكم في المرايا، سنتر لوك الأبواب والزجاج. خلونا نشغلها ونقول بسم الله. شغل الإنارة برضو. أول ما يميز هذه السيارة صراحة إنه كل شيء جاي عندنا شاشة كعدادات وكميديا. شغل التكييف برضو صراحة، لأن الجو شوي حارة هاليومين. كعدادات جاية شاشة بالكامل على الأطراف كذا، جاية كأنه تقليدي فعليا ولكنه كله شاشة. تقدر تستعرض أبرز خصائص الشاشة من هنا من خلال هذه الأزرار، يجي عليها ثبت سرعة، الإنارة والتحكم فيها بدون خاصية الأوتو. على اليمين مساحات الزجاج، زر التشغيل موجود، تحكم في مستوى الإنارة الخارجية، شاشة تدعم كاربلي أندرويد أوتو بالإضافة إلى الكاميرا الخلفية. هنا عندنا زر التحكم في تنبيه الرباعي والتكييف، كذلك الأمر مساحة التخزين، الجير الفرار بالإضافة إلى جنط إلكتروني أوتو هولد أو الأوتو ستارت ستوب حق اللي هو قفل السيارة، لا توقفها يعني قفل المحرك. نلاحظ عندنا جلد جميل صراحة. التحكم في الصوتيات، خصائص الشاشة، عندنا كوب هولدر يا بيانو بلاك هنا برضو. هنا كمساحة تخزين، شوف كيف جاية بطريقة هذه جزئية وهذه جزئية، ومساحة التخزين جاية في الأسفل كمسند وسطي برضو كتكاية عفوا جاية جلد. من الأعلى عندنا مراية تعتيم يدوي وليس تلقائي، هذه مع إنارة سقف LED فيها على ما أعتقد تحديد المسار، لأنه هذا مستشعر موجود فأكيد يدل على وجود تحديد المسار، بس الصراحة مو متضح لي كيف تحكم فيه. فهذه هي ككول سنتر لوك برضو من جهة الراكب على ستاندرد، سعرها جدا كويس كسيارة عالية، لهذا السبب السيارة انتشرت انتشار جدا كبير، مع أنه أنا أختلف معها اختلاف بسيط في نظام الترفيهي فقط صراحة، يعني كشكل كتصميم كمواصفات لا يعلى عليها، لكن النظام التشغيلي شوي أحس لو كان أفضل من كذا من فورد يكون أفضل صراحة، كان لو كان سينك يعني أفضل من كذا مراحل، لكنه هذا برضو يخدم صراحة يعني مو شيء. عموما هذه ككل، خلونا ناخذ نظرة على الإنارة الخارجية ونختم بقية التفاصيل. هذه كإنارة أمامية، نلاحظ إنه من تشغل فليشر راح يفصل معاك اللي هو الليد النهاري اللي موجود هنا تمام. كشافات ضباب مع إنارة أساسية LED بالكامل، كإنارة أمامية LED كمجمل، ومن الخلف برضو LED كمجمل. هذه هي الطباب، الريوس، الفليشر، بخلاف إنارة كشافات، بخلاف إنارة اللوحات عفوا.
هذه هي السيارة ككل، أعطونا رأيكم فيها. بالنسبة للسعر نعيد ونزيد، 100,056 ريال شامل الضريبة. السيارة موجودة عن شركة الصبح للتجارة، أرقامها موجودة في صندوق الوصف، تواصلوا معاهم قولوا لهم طلب قناة يزيد وبإذن الله ما راح يقصرون معاكم. عندهم فرع في جدة جوهرة وفرع اللي هو في الرياض اللي صور فيه حاليا في معارض الرياض القادسية. يعطيكم العافية على المشاهدة، فما لله.